رح نروح لأولى محطاتنا فرح، ورح نحكي عن مشكلة يمكن بيعاني منها كثير من السيدات بعد الولادة، وهي ما يعرف باكتئاب بعد الولادة. يمكن بقد ما بتكون هي منتظرة طيلة هالتسع شهور الجنين، بقدر ما بيصير معها تقلبات أيضا مزاجية متعددة بالفترة الأولى. يمكن مريتي بشي مثل هيك ولا لا؟ هلا أنا ما مريت حسب تجربتي، بس بسمع كثير عن الاكتئاب سلمى، قد هو بيحمل حالة قلق وخوف للأم، قد بيلعب الوسط المحيط من دعم الأسرة والأصدقاء والزوج أيضا بدعم الأم خاصة اللي بتكون عندها تجربة لأول مرة سلمى، فبتكون تجربة جديدة بحياته بحاجة لكثير من الدعم لحتى تجتاز، خاصة بالمراحل الأشهر الأولى. أكيد، ولهيك رح نتعرف اليوم على هي التجربة ومين ممكن ينصاب باكتئاب ما بعد الولادة. هل كل السيدات ممكن يتعرضوا له؟ شو الأسباب المؤدية له نفسيا؟ مع ضيفنا الدكتور أنس الدالي وهو اختصاصي نفسي. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور مرة ثانية، أهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن الولادة فهي المفروض تكون هي تجربة كتير حلوة للأم وحالة إنسانية جديدة عم بتعيشها، خاصة مثل ما قلنا الأم للمرة الأولى، فهم بتكون تجربة كتير جديدة. لما بنسمع باكتئاب ما بعد الولادة كتير بنسمعه بحياتنا وكتير متداول، خلينا نعرف أول شيء شو هو هذا المصطلح بالضبط؟ تماما، احنا عندنا اول شيء بدايه المصطلح في شيء اسمه اضطراب الاكتئاب او الاكتئاب الشائع. تمام، احدى محدداته او احدى العوامل المطلقه اللي بتساهم في اطلاقه هي فتره الولاده. الاضطراب الاكتئابي له عده مطلقات او قد يكون دون عامل مطلق. دائما فتره الولاده لها خصوصيه بهذا الاضطراب، كونه بيصير في تغيرات هرمونيه، في عندنا هرمونين اسمهم الاستروجين وبروجسترون، هذول بيضلوا بسويات عالية طيلة فترة الحمل. بتحدث الولادة فبصير انخفاض مفاجئ بيأثر على النظام الهرموني بشكل عام، فبتصير هي السيدة إما معرضة لحالة اكتئابية مباشرة أو هي مهيئة، يعني مهيئة أكثر من غيرها أو أكثر من النساء اللي ما هن بحالة ولادة لحدوث اضطراب اكتئابي، فيما إذا لو صار عامل مطلق، يعني لو صار خلاف أو شجار أو وفاة به بالفترة التالية للولادة، فبتصير هي مؤهبة ومستعدة أكثر ليصير عندها اكتئاب بعد الولادة. هلأ هون في نقطة كتير مهمة، كونكم حكيتوا ومعظم السيدات قد يذكروا بأنه انصابوا. هلأ بدنا نفرق بين كذا مصطلح. في شيء اسمه البيبي بلوز او احزان ما بعد الولاده، يعني هي فتره من تقلب المزاج او انخفاض المزاج ما بتستمر اكثر من عده ايام، وهي غالبا 90% تقريبا من السيدات يعني اللي عندهم ولاده بعد الولاده بيعانوا منها، بس ميزتها انه تتميز بتقلب بالمزاج او انخفاض مزاج دون اي اعراض ثانيه مرافقه، وبتتلاشى فورا، يعني خلال ايام، اربع ايام او خمس ايام او سته ايام بتتلاشى فورا. لها علاقه بانه ايضا التغير الهرموني، لكن التفسير الاكثر لهي الحاله الفيزيولوجيه اللي هي حاله طبيعيه ما بنصنفها مرضيه لاحزان بعد الولاده، انه كونه السيده عم تتعامل مع كائن يعني مسؤوله عنه، في 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 حاله من الخوف انه ما تكون على قدر المسؤوليه، تنظر له انه مخلوق ضعيف، هي بدها تخاف فيه، بدها تراقب له التنفس تبعه، بدها تراقب طعامه، خصوصا هي بتصير بحاله الولاده الاولى ما يعني خبرت انه مسؤوليه سابقه لها علاقه بالولاده. هلا الاكتئاب بعد الولاده والدخل هون دخلنا بالشيء المرضي، تمام، شده الاعراض بتكون اكثر، والفتره الزمنيه المتوقع حدوثها بعد الولاده مداها واسع، مو شرط فورا تاليه للولاده تصير الاكتئاب بعد الولاده، مو شرط صارت الولاده فورا دخلت بحاله اكتئاب. قد ايه معنا وقت لحتى نحس فيه؟ تقريبا يعني تقدر بحوالي فتره الاربع اشهر التاليه للولاده، ولكن الذروه غالبا الذروه تحدث خلال شهر او اقل من شهر. طبعا مثل ما ذكرت مو بالضروره يحدث مباشره الاكتئاب بعد الولاده، قد يكون في عامل مطلق، يعني عندنا السيده مهيئه صارت ليصير عندها الاكتئاب اكثر من غيرها، صار مع حادث معين لنفترض خلاف مع الشريك، حاله وفاه، خساره معينه خلال فتره الولاده، في عامل مهم مثلا تعرض الطفل او الرضيع لعامل صحي معين فبيضاعف عنده حاله الخوف اكثر، فممكن يولد عنده حاله اكتئابيه. طيب دكتور خلينا نحكي اكثر، اليوم قلت انه في عدد من السيدات ممكن يكون عندهم حاله تاهب اكثر اضافه للعوامل الخارجيه اللي ممكن تكون مؤثره. صحيح. طيب اذا شلنا العوامل الخارجيه، مشكله او حاله صدمه او حاله وفاه او اي شيء، مين السيدات الثانيين اللي ممكن يكونوا معرضين؟ طبعا عوامل الخطوره بالدرجه الاولى السيده اللي بالاساس عندها اضطراب اكتئابي، نتوقع انه حاله الولاده هي عامل مطلق. في ايضا بعض مثلا السيدات اللي صار عندهم بسميها خلينا نقول من الام العزباء، يعني يا اما مثلا هي حامل وصار انفصال، او مثلا بطريقه خارج مؤسسه الزواج تم الحمل،
او انه مثلا صار فقد بعد ما صار الحمل فقد الزوج، بمعنى الام العزباء بسموها هي الام الوحيده، هي عامل كمان مؤهب اكثر بكثير. في كمان نقطه مهمه اللي عندها حاله اضطراب اكتئاب بعد الولاده سابق، هي غالبا 70 ل 80% حترجع تنصاب، يعني ما عندها اضطراب اكتئاب بالحاله الطبيعيه، انما الاكتئاب بعد الولاده. شخصيه الام ممكن تأثر على حالة الاكتئاب، أو هي حالة هرمونية، حالة بتخص الجسد ومكونات الجسد، أو شخصية ونفسية الأم ومدى الدعم يلي ممكن تتعرض له ممكن تلعب دور بهذا تماما. الموضوع؟ هلأ مثل ما ذكرت نحن بالبداية الحالة الهرمونية هي عملت استعداد فظيع. نعم. استعداد كتير كبير، فشوفي عوامل تانية بتساعد لسه بتزيد الاحتمال أكثر. نعم. يعني دائما الحالة الهرمونية اللي صارت هي عملت بيئة خصبة لظهور الاكتئاب بعد الولادة، مضافا اليها هون شو بيصير عندنا عوامل زايده، هي بالعكس بتعزز اكثر واكثر او بتاهب اكثر واكثر لظهور الاضطراب الاكتئاب. طبعا دور العامل الشخصي او طبيعه الشخصيه، او هل هي الشخصيه بطبيعتها مثلا تعاني من مزاج منخفض، حاله مثلا تعاني من نوع من التفكير السلبي، هي شخصيه تجنبيه بطبيعتها، هي شخصيه هروبيه، هي شخصيه ما بتواجه كونه قدام تحدي، هي موضوع الرضيع، موضوع الطفل، موضوع الاهتمام فيه، فكل هي اذا كانت السيمات موجوده اكثر واكثر اكيد بتضاعف، حتى مو بس بتزيد النسبه، هي ممكن تضاعف نسبه الاصابه بالاكتئاب بعد الولاده. طيب دكتور كيف يتم التشخيص؟ يعني يمكن قلت بالبدايه انه في اللي هن بيتعرضوا لحاله بسيطه طبيعيه بعد كم يوم بتروح. تمام. كيف يبين انه لا هي حاله اكتئاب؟ كم يوم لازم تقعد؟ تمام. هلا هي غالبا معظم حالات الاكتئاب ما بتتجاوز الشهر، في بعض الحالات حوالي 5% ل 10% ممكن تستمر لسنه، ولكن الشيء اللي بخلينا نميز انه هذا اضطراب اكتئابي شده الاعراض، يعني الاحزان بعد الولاده اللي هي حاله طبيعيه مثل ما ذكرت هي حاله تقلب بالمزاج، قلق نوعا ما او خوف، خلينا نقول ما يتعلق بموضوع الرضيع الجديد، ما بتتجاوز اكثر من هيك وزواله سريع. هلا حاله الاكتئاب بعد الولاده اول شيء استمراريه الاعراض تنوعها، يعني بصير في عندنا اضطراب بالنوم، اضطراب بالغذاء، اضطراب بالاهتمام بالذات، بصير عندنا افكار انتحاريه، ممكن يصير عندنا افكار متعلقه بالذنب، انخفاض طاقه مستمر، مزاج منخفض طول اليوم، حاله من السوداويه. هلا نحن باضطرابات الاكتئاب العاديه دائما لحتى نميز انه هذا عنده اكتئاب دائما عندنا معيار الاهتمام بالذات او 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 متابعه النشاطات اليوميه. هلا بنضيف عنها عندها هون بالاكتئاب بعد الولاده انه عندنا صار في رضيع. تمام. فاذا تراجع الاهتمام بالرضيع يفترض، مع انه المفروض انه يطلب من السيده بهي الحاله انه هي بالعكس يكون عندها عاطفه جياشه، يكون عندها اهتمام مبالغ فيه، فاذا لاحظنا نوع من السلبيه، نوع من لا انفعاليه، عدم التفاعل مع الطفل، ممكن الحالات اللي بتيجي انه الطفل يترك دون 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 رضاعه مثلا، دون تنظيف، دون اي اهتمام، ممكن يترك بغرفه لحاله، احساس بالعبء تجاه هذا الطفل، احساس بالعجز، خوف على حياه تماما. الطفل فشده الاعراض كثير يعني عامل حاسم بموضوع تشخيص الاكتئاب. هلا لسه اذا بدنا نروح لا 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 لحاله من شيء من الاكتئاب الشديد اكثر واكثر، شيء بنسميه يعني اكتئاب مع اعراض ذهانيه، نقصد الاعراض الذهانيه بده يصير عندنا خلل بالتفكير، هي بتصير بحالات الاكتئاب الشديده، ممكن تصير بالولاده، ممكن بقى تصير تتخيل انه هذا الرضيع ما نو ابنها، تم تبديله بالمشفى. ممكن تخيل انه هذا مثلا لا مرسل لها لغايه معينه، ممسوس او ممكن يحتوي على ارواح، وحتى في حالات سجلت انه السيدات قاموا بقتل الرضيع تبعهم. وصلنا لهون يعني وصلنا لهون طبعا. ايه في احصائيات مسجله، بس هذا بتبقى حاله اكتئابيه بعد الولاده شديده، بتسمى اكتئاب مع اعراض ذهانيه وصلت لدرجه من الشده كثير شديدة. دكتور نحن عم نحكي عن أمر خطير إذا في حالة فقم هذا الموضوع وما تم الانتباه له بشكل جيد. طيب نحن إذا بدنا نحكي عن حالة العلاج، هل هي دوائية أم نفسية أم بكفي دعم من الأسرة؟ أنت بنلجأ للجانب الدوائي أكثر؟ لا، هو غالب الخط الأول هو علاج دوائي. أول خيار تماما. طبعا هو الاضطراب الاكتئابي إجمالا متعلق بشدته. هلا إذا كان في عنا أعراض اكتئابية استمرت فترة طويلة بس خفيفة، ممكن إنه نحن نلجأ لشيء اسمه العلاج المعرفي او نرجع لنشاطات معينه، ولكن غالب الحالات الاكتئاب بعد الولاده هي تيجي غالبا حالات خلينا نقول ما لها خفيفه. نعم. بالمعتدله والشديده، فنحن بنلجا للعلاج الدوائي، وهون في نقطه كثير مهمه، في عندنا موضوع الارضاع، موضوع العنايه بالطفل والارضاع، فدائما اي دواء بدنا نحطه بده يكون بعد استشاره دقيقه كثير كثير كثير، لانه معظم الادويه بتاثر ممكن تنتقل عن طريق الارضاع للوليد، فممكن نطلب من السيده انه تمتنع عن الارضاع للفتره باعتبار في حاله يعني طبيه تستحق، ممكن تكون مهدده لحياتها او لا حياه الرضيع، لو ما كانت الاعراض واصله لهي الدرجه بالوقت الحالي، بس نحن بنعتبره عامل خطوره. تمام. فالعلاج الدوائي هو علاج اساسي بهي المرحله، ممكن يستمر لفتره مهمه. هلا في نقطه كمان كثير مهمه، السيدات يلي بيكونوا عم يتعالجوا من اضطراب اكتئابي قد احيانا يصير عندهم حمل، فمن تلقاء نفسهم يروح بيوقفوا الادويه،
فهذا كمان شيء مؤهب كثير 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 بشكل كبير ليصير عندهم اكتئاب بعد الولاده. يعني حتى خلال فتره الحمل معظم الادويه بتنتقل عبر المشيم وممكن تاثر على الجنين، ولكن في حلول، يعني في خطوط للعلاج اثناء الاكتئاب. ممكن الطبيب يلجا لتوقيف دواء الاكتئاب مثلا خلال الثلث الاول من الحمل او الثلثين، كونه هي الفتره اللي بتشكل فيها الجنين. ممكن نحن نرجع لجرعه بسيطه قبل الولاده بفتره كنوع من الوقايه. فالاستشاره النفسيه خصوصا للسيدات اللي عندهم اضطراب اكتئابي بالاساس شيء كثير اساسي وشيء كثير مهم للوقايه من اضطراب بعد الولاده، اكتئاب بعد الولاده. طيب دكتور، خلينا نحكي عن مرحله العلاج. يعني اليوم كثير سيدات بتخاف من العلاج النفسي للاسف، وخصوصا بالبدايه، انه انا يا ترى ممكن ينتقل شيء للرضيع او لا، واسئله كثير بتصير ببالها، وحتى المجتمع بيحاول الا لا وايه وكذا. خلينا نحكي شوي عن العلاج السلوكي هون ودور المحيط. طبعًا. الأسرة الداعمة قديش في إلها دور طبعًا بهذا الشيء؟ طبعا مثل ما ذكرت، العلاج أول شيء العلاج المعرفي والعلاج السلوكي هو لازم يكون بحالات الخفيفة للاكتئاب. تمام. هلا حتى لو كانت الحالات الشديدة موجودة ونحن لجأنا للعلاج الدوائي، فدائما نحن عندنا شيء اسمه العلاجات الداعمة، العلاج الأسري، علاج الداعم، العلاج المعرفي بذاته. دائما حتى بالاضطرابات الاكتئابيه بشكل طبيعي او حتى الاضطرابات النفسيه عموما، حتى لو كان الخط الاول دوائي والتاثير على هذا المرض لازم يتم بشكل يعني عن فيزيولوجي عن طريق الادويه، ولكن بيبقى دور اساسي هو شيء اسمه الوسط الداعم او تمام، تقديم الاهتمام للسيده، مساعدتها، عدم القاء اللوم عليها. كثير حالات بتيجي ممكن يصير القاء اللوم على السيده، بمعنى انه عندك ابنك، انت هاملتي، انت مع عديمه مسؤولي، دون انتباه انه في اعراض مزاجيه. ممكن مثلا ببعض الاحيان انه 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 مثلا بيصير في ضغط، هي بتصير كثير هي الحالات من اهل الزوج مثلا على 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 على, على الزوجه مثلا، يعني دائما بيتم وضعها بحاله او بصوره بانك انت عديمه مسؤوليه، مالك قد المسؤوليه، انت فشلتي، انت مالك مؤهله، خلي الابن عنا مثلا او خلي الرضيع عنا. فهي كلها هي العوامل، يعني اول شيء هي بتاخر بموضوع العلاج. ونقطه ثانيه انه حتى لو ما كان في عندنا اضطراب فهي كثير عامل مطلق للاضطراب، خصوصا بهالمرحله اللي بتكون فيها السيده بحاله حساسه. نقطه كمان ثالثه، في حال لو هي السيده عانت سابقا من هذا الاضطراب وشفيت، تمام، وجود دائما الوسط الغير متعاون عامل نكس فظيع بكل الاضطرابات النفسيه. نعم دكتور، حالات معينه من الاكتئاب يمكن صارت بالوسط المحيط تم فيها فصل الام عن الطفل كنوع من العلاج، هلا برايك دكتور هذا العلاج هل هو فعلا بيساهم يمكن بانه الام تسترجع عافيتها وحياتها لحتى ترجع لحتى تكون هي فعلا الام المثاليه وتعيش هي المرحله، او هو تصرف خاطئ؟ هلا بالدرجه الاولى نحن حسب طبيعه الاعراض الموجوده بدنا كثير نحط ببالنا شغله. في عندنا خط احمر اول شيء لازم يتم ابعاد فيه الرضيع عن الام، في حال كانت الام تشكل خطر على حالها او على الرضيع مثل ما ذكرت بحيث شده الاعراض، فهون قطعا صار في عندنا خطر على الحياه فيتم ابعاده لحتى تستقر الاعراض. هلا بمرحله اخف شوي اللي ذكرتها انه مثلا السيده بتكون عم تحس بعبء هذا الطفل، هي ما بتكرهه، ما عندها تفسيرات يعني غريبه عن طريق هذا الرضيع، مؤمنه بانه هو هذا ابنها ولازم يكون في فيض اهتمام، بس الحاله الانفعاليه متوقفه عندها، عم تحس حالها انه ما لها قدرانه تقدم شيء، عندها عجز عاطفي كامل، عندها نقص بالطاقه، ما لها قدرانه تقدم هالاهتمام، وهي حاسه مستشعره هذا العجز، تمام؟ فممكن هون بنسميه انه عندها بصيره، يعني هي عندها حاله مرضيه بس هي عندها بصيره انه هي حاله مرضيه، فممكن بالتفاهم معها خلال فتره بسيطه بس يتم ابعاد الرضيع بما تقدر تتراجع، تمام؟ ممكن فورا يعاد الرضيع لها وهي بتكون فتره بسيطه جدا 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 مو اكثر من هيك، فهي مرتبطه بشده الاعراض وبصيرة المصابة لأعراض الموجودة. خلينا نفهم شغلة دكتور، أنه نحن نبعد اللوم قدر الإمكان عن الأم، لأنه هي بتجربة قد ما رح حلوة هي تجربة صعبة ومسؤولية كثير كبيرة على الأم، فنبعد قدر الإمكان عن اللوم. وحتى يعني حتى دائما فترة ما بعد الولادة هي عامل مطلق لاضطرابات كثير، حتى في اضطراب غير الاكتئاب اسمه اضطراب الذهاني، يعني الفصام الشخصية هجمة فصامية بتصير تالية للولادة، بصير ممكن تصير عندها تفكك كامل بالأفكار وهلوسات وهياج شديد، فدائما الفترة لها حساسيتها، دائما في اختلال هرموني بيكون فيها، في اختلال بالنواقل العصبية، فبتكون بيئة خصبة لإطلاق الاضطرابات النفسية. دائما فترة الحمل وفترة الولادة من أكثر الفترات الحساسة يعني تشكل محدد رئيسي بالاضطرابات النفسية. فبتكون السيدة جدا يعني خلينا نقول عاطفيا كائن هش، لا تتحمل أبدا أي نوع من الصدمة، وخصوصا بالولادة الأولى كون التجربة بتكون جديدة بالمطلق.
طيب دكتور، إذا تعرضت لمثل هاي الحالة اللي حكيت عنها هلا آخر شيء اللي هي الاضطراب الذهاني وصار عندها يعني خليني أقول مثل صدمة كبيرة، شو ممكن يكون الحل وهل بيطول أكثر من الاكتئاب؟ هون الحل كمان مرتبط بشدة الأعراض ولكن الحل دوائق بالدرجة الأولى والخط الأول. هون مثل ما ذكرت في حالات اكتئاب بصير شيء اسمه اكتئاب مع أعراض ذهانية، هي بتبدأ تفكر إنه الرضيع مثلا ما هو ابنها أو يشكل خطر عليها، فاكتئاب مع اعراض ذهانيه. المرحله اللي بعده هي الذهان الكامل، يعني صارت سيطرت الاعراض الذهانيه، ممكن تسمع اصوات ما لها موجوده، ممكن يصير عندها تفكك كامل، تفكر حالها شخصيه مختلفه، يعني بصير عندها تفكك كامل بالشخصيه، تفكك بالافكار، تفكك بالادراك، تفكك حتى بالتوجه، بصير عندها مثلا حاله من توهمات النسب انه هي ما لا تنتمي لهي الاسره، تنتمي لاسره ثانيه وهذا الرضيع ما له ابنها، حاله من الاضطهاديه، احساس انه مؤامره. طبعا اذا كان في كمان خطر عليها او خطر الاستشفاء، يعني الذهاب للمشفى، اقامتها بالمشفى كثير ضروري، كان ممكن ضبط الاعراض وممكن ضبط، يعني في تعاون من الاهل وقادرين على اعطاء الادويه. طبعا تعطى الادويه وتمنع عن الارضاع بشكل كامل حتى لو ما كانت اوهامها شامله الرضيع، يعني نفترض هي ما شامله اوهام الرضيع وممكن رغم كل حالتها النفسيه قادره انها تهتم فيه، لا بنبعده هي الفتره، نبعده بشكل كبير، تمنع من الارضاع تماما، تمنع من الارضاع لحتى تستقر هي الاعراض. وغالبا الاعراض اللي بتجي تاليه لحاله الولاده تراجعها بصير بشكل سريع اسرع من غيرها فيما لو دبرت بشكل طبعا. سريع. دكتور، نصائح اخيره بتحب توجهها لكل ام مقبله على يمكن الطفل الاول بهي التجربه اللي بنتمنى انها تكون سعيده ومميزه لكل ام او طبعا. في حاله الاشهر الاخيره وهي مقبله على الولاده، شو بتحب توجهها؟ تماما، انا يعني اول شيء كطبيب في نقطه كثير مهمه، كثير منا قد يعاني من اضطرابات اكتئابيه بس ما شخص سابقا، حالات اكتئابيه، حالات من انخفاض المزاج، بيعتبرها مرتبطه بالاحداث اليوميه، فما كثير يمكن يعطيها اعتبار، فانا هون فكثير من المصابين قد يكونوا ما شخصوا سابقا، فانا كوني حكيت انه الاضطراب الاكتئابي، يعني السيده اللي عندها اضطراب اكتئابي بالاساس هي عامل خطوره لاضطراب اكتئاب بعد الولاده، فاول نصيحه بنصحها اي سيده كانت سابقا تعاني من حالات مزاجيه متقلبه او اضطرابات انخفاض بالمزاج او تقلب بالمزاج او اي حالات مزاجيه مستمره عم تجي بشكل متواتر، بنصحها بنوع من الاستشاره النفسيه قبل الولاده، استشاره طبيب نفسي تشرح له الاعراض اللي كانت تصير معها، ممكن يوجهها بشيء معين او يطلب من الاهل مثلا مراجعته في حال زادت الاعراض بعد الولاده عن شيء معين. تمام. النقطه الثانيه، دائما بعد الولاده مثل ما ذكرت في شيء اسمه احزان بعد الولاده طبيعيه، مجرد ما ولاحظت السيدة أنه عم تترقى بالشدة، ما عم تأخذ منحة واحد، عم تترقى بالشدة وبالفترة الزمنية، ما تنتظر فورا استشارة نفسية، وهي طبعا هي كمان حتى كلمة للوسط المحيط فيها. نعم. وغالبا السيدة قد تكون بحالة بالأساس يعني مو بالضرورة تكون واعية تماما لحالها بهي الفترة، تكون إلى حساسيتها وخصوصيتها وفترة جديدة عليها، فدائما الوسط المحيط، الزوج، الأم، حتى إذا كان في أبناء تانيين، الأقرباء دائما يكونوا دائما إيجابيين وبحالة مراقبة، ما يستهينوا بها بهذا الموضوع أبدا. أكيد. أبدا. كمان نقطة أخيرة كتير مهمة مثل ما ذكرت، اللي يلي في بعض السيدات من تلقاء نفسهم بيوقفوا بيكونوا عم يتعالجوا من اضطراب اكتئابي، بيوقفوا أدوية الاكتئاب لحالهم كونه صار في حمل دون استشارة. نعم. وبيتركوا المجال مفتوح، فهذا غالبا 90% مؤهبه ليصير معها اضطراب اكتئاب تالي للولاده. اكيد. يعني معلومات مهمه، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لك دكتور ولوجودك معنا. شكرا كثير. شكرا كثير لك دكتور.